قياس للصم فقغال لم يبان. أنا حسين نقاب ذا ليلة لا يحلان. احنا دروكا امام الجبل الازرق، الجبل اللي كان مركز من مراكز الثوره، كان ياوي للمجاهدين. وهنا في الجبل هذا بعد وراه استشهد البطل مصطفى ابو العيد، كيخرج من السجن في 1900 ديسمبر 1955، بدايه 56 قرر باش يدير اجتماع واستدعى جميع القادة تاع المنطقة الأولى باش يدير اجتماع في الجبل هذا، الجبل الأزرق. ولكن مع موعد الاجتماع والاستخبارات الفرنسية عندها معلومات، بعثت فرقة خاصة في 10 مارس 1956 مباشرة من فرنسا، فرقة خاصة من الميدرليين، تمركزت في منعة. من ثم بدأت العملية وحطت كيف نقولوا لي باراشوتيست، المظلات يعني فيها حوايج تاع اللبسه والماكله، ومن فيها البوست هذا اللي ترتقع في الحادثه تاع الشهيد مصطفى ابو العيد، البلاصه هاي وين حطت بعد المظله تاعها، الملتقى تاع الجبلين هذا. ثم بعد حطت المظلة تاعها ولقاوه الناس اللي يسمى الفلاحين، لقاوه المظلة هذه وفيها الماكلة واللبسة. ومن بعد البوس جابوه للمسؤول الاتصال، مسؤول الاتصال بدوره داه لقائد الناحية هذه، وكي داه كنتم تعرفوا النتيجة في أثناء الاجتماع، ترتق الميديا هذا والشيء. ولكن احنا هذه تبقى علامة استفهام من حيث لا يا مصروف الدوية بك. أنا رجلت الاستركتور اللي ينقشقش دور لهذا هذا في المسيش. ما لو رعد تقول لي حلو رعد ضم زين. رعد لي كم من عمرني؟ كم من عمرني؟ أنا من شاب قطري كم من قدرني عمرني؟ من عمر قطري. 75. أخي أدير 75. شيء 76. 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلا رسول المسلم الكريم غوصة يسلم في النشيط الوطني. نستمع الآن إلى النشيط الوطني جميع استعد Thank you.
على الجميع، لأن رحم الله الشهداء وأسكنهم تسليح جنانه. ما قلت مرحبا بكم جميعا أيها السادة والسيدات، ونزلتم أهلا وحللتم سهلا في هذه القرية المجاهدة، وأملنا كثير أن تكون هذه اللقاءات دورية ككل سنة، وأن نؤسس لوعي وطني عميق وأكثر تحليلا، وفي المستقبل إن شاء الله. وأيضا هدفنا أن نكون جيلا وأيضا فردا جزائريا يعي تاريخ وطنه وأيضا يمجده. الكلمة الآن للسيد يوسف زميلنا الذي حضر معنا، فليتفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله في الإخوة القائمين على مركب نارا، ونشكرهم على حسن استقبالهم وحفاوة الاستقبال، كما أننا نرحب بإخواننا الذين أتونا من مختلف ربوع الوطن، سواء من مصر أو من العاصمة أو من خارج الولاية التاريخية الأولى، وبالذين حضروا من الولاية التاريخية الأولى. في الحقيقة أن السلام الوطني انتهى بكلمة فاشهدوا، وإننا اليوم نشهدك يا مصطفى بن بلعيد أنك كنت عند وعدك مع مجموعة 22، ونشهد يا أيها البطل أنك كنت عند وعدك مع مجموعة 6 وفجرت الثورة، ونشهد أنك أديت الواجب، وأنك انتقلت بالشعب الجزائري من 132 سنة استعمار واحتلال إلى شمس الاستقلال والحرية. إخواني، هذه الوقفة للسنة الثانية هي صراحة ليست مبادرة خاصة منا أو فكرة خاصة منا، بل هي استجابة لرسالة وجهها المفكر مالك بن نبي غداة الاستقلال، والذي طلب من كل الشعب الجزائري أن يجتمع عند قبر الشهيد مصطفى بن بلعيد، وأن يقرر مصيره بنفسه، وأن يعيد السكة وأن يعيد القطار إلى سكته. ومن خلال هذه الوصية نحن اليوم نجتمع ونلتقي في هذه الوقفة القصيرة، حتى لا نطيل عليكم، في هذه الوقفة القصيرة لنعبر مرة أخرى أنه يجب أن يعود القطار إلى السكة، وأن نعبر على المبادئ الحقيقية لأول نوفمبر، وأن نقوم بواجبنا تجاه العهد الذي قدمه الشهيد مصطفى بن بلعيد لإخوانه المفجري الثورة. هذا البطل الذي استطاع من بين الذين استطاعوا توحيد كل أعراش وقبائل الأوراس الكبير، وهذا في حد ذاته معجزة دون أن نتكلم، فما بالك بتفجير الثورة. إن في هذا العام الذي قام به البطل مصطفى بن بلعيد من توحيد كل قبائل الأوراس الكبير، يحتاج إلى وقفة حقيقية ويحتاج إلى دراسة حقيقية. إننا اليوم أمام هذا ضريح هذا البطل العظيم، الذي مهما قلنا ومهما تكلمنا فنحن لن نوفيه حقه، ومهما كتبنا من كتب فلن نوفيه حقه. هذا البطل الذي رغم وضعيته الاجتماعية ووضعيته التي كانت قبل الثورة المريحة مقارنة بوضع كل الشعب الجزائري، إلا أنه اختار طريق الحرية، واختار أن يوجه كل الجهود وكل الشعب الجزائري، نداءه للشعب الجزائري للتحرر من ربقة الاحتلال، الذي نحن اليوم مرة أخرى أمام تحديات أن نحيي رسالة الشهيد مصطفى بن بلعيد. إخواني، لا أطيل عليكم كثيرا، ربما كلمة قصيرة للأستاذ صالح الغرور شقيق الشهيد عباس الغرور. نشكر الحضور، يعني كما قال يوسف الجماعة اللي جاوا من مناطق يعني بعيدة من الوطن، وهذا يعني يدل على أن الأوراس كان فعلا مهد للثورة، لأن لو نشوفوا التاريخ نعرف أن بداية نوفمبر كان الوطنيون يعني من العاصمة
ومن الغرب الجزائري ومن أقصى الجنوب ومن الشمال جاءوا إلى أوراس واستشهدوا هنا. وهنا فيه ناس من منطقة شخص من منطقة القبائل مثلا استشهد هنا فيه يعني يبين أن الأوراس كان مهد الثورة الجزائرية فعلا لأنه يشارك فيه كل الجزائريين الوطنيين وحضور يعني جماعة اللي جاءوا بعيد يعني شرف ووفاء للناس اللي استشهدوا هنا في الأوراس وعلى الجزائر. اليوم يعني صادف أيضا يوم عيد النصر استشهاد بن بوالعيد. النصر احنا نتمتع به الآن مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل التي يعيشوها ربما الشباب، ولكن مقارنة بما عشناه نحن وما عاش أجدادنا يعني كان شيء لا يمكن أن نصوره. يعني لما نقارن وضعية الجزائريين هذه للوضعية منذ 50 سنة أو منذ أكثر، إذن مهما يكون فإن عيد النصر يعني بفضل جاء بفضل هذا الرجال اللي استشهدوا على الوطن. وربما من بعد إذا كان يحضروا الجماعة راح نتكلم على كتاب صدره واحد مؤرخ فرنسي على بن بوالعيد، يعني لا أقول مهم ولكن ربما من بعد شوية إذا كان حضرته نلقي هذه المحاضرة على هذا الكتاب هذا. وشكرا لكم جميعا. بارك الله الأستاذ صالح، راه جا من السفر بعيد وتعب. أنا فقط باش ما نطوليش نطولوش عليكم الوقفة هذه تسمى مدة زمنية، أنا درك إخواننا تاع مركب نارات فضلوا وداروا لنا فطور، روحوا نفطروا. بعد الفطور كاين المحاضرة نتاع الأستاذ صالح الغرور اللي ماذا بينا نحضروا حول الكتاب هذا تاع الفرنسي اللي كتب على الشهيد مصطفى بن بوالعيد. ونتمنوا بعد الفطور إن شاء الله نحضروا هذه المحاضرة لأنه ثم وين نقدروا نناقشوا وناخذوا الزبدة تاع هذه الوقفة هذه. بارك الله. السلام عليكم. جلال حيدر من المصارعة من خنشلة. أنا الآن أكتب رواية من خلال بحثي عن هؤلاء الشهداء الأوراسيين ومحاولة تطعيم الرواية بالأمور التاريخية. مثلا في نحن نرى هؤلاء الشهداء مجرد أضرحة إسمنتية نقف أمامها الآن لندعو لهم بالرحمة والمغفرة، نقف أمامهم إلى خلال النشيد الوطني، لكن لم نقدم لهم شيئا، لم نعد لهم الاعتبار لا من خلال التاريخ ولا من خلال مسؤولياتنا تجاه غدنا. نحن الآن في مناطق الشوية نرى يعني أي مواطن بسيط تسأله عن مصطفى بن بوالعيد يعرف عنه أشياء بسيطة، أشياء روتينية يعرفها أي فتى يدرس في الابتدائي. نشاهد مثلا يوميا مجموعات من المجاهدين يجلسون ولا أحد يهتم بهذا الزخم التاريخي الذي تركوه لنا. يعني أريد أن أقول أن صورة هذا الشهيد لم نعرفها لا من خلال الأدب الجزائري ولا من خلال كتب التاريخ التي كتبت إلى الآن. قرأت ما كتبه الأستاذ صالح الغرور الذي تكلم منذ حين، تكلم بأسلوب الأخ، يعني حاول حتى إبراز شخصية هذا الشهيد، الشهيد عباس الغرور، حاول تبيين أمور نفسية أمور اجتماعية. يعني عندما تقرأ له تحس وكأنك أمام صورة هذا الشهيد. أما مصطفى بن بوالعيد لم نشاهد هذا العمل التاريخي الذي نتشرف يعني ونعرف أكثر، نتقرب إلى مصطفى بن بوالعيد، كيف كان يشعر، كيف كان يقود جنوده، كيف كان يسيطر عليهم. هذا الذي أقوله لكم وشكرا والسلام عليكم.
مقطع قصير عذرنا جماعة بركاب هذا أنا كريم تزيري من بلدية المحمل ولاية خنشلة. هذا مقطع شعري قصير من قصيدة كتبتها مهدية إلى روح الشهيد مصطفى بن بولعيد في ذكرى ميلاد في ذكرى استشهاده وحتى نورمال موسنا 2017 وهي وكما نعرفوا باللي نعرفوا باللي مصطفى بن بولعيد زاد في 1917 سنة الذكرى المئوية أيضا لميلاده. وبما أنه احنا اليوم كامل حاضرين كامل ربع التراب الوطني احنا انا رايح نقول له عبث ثقافتنا ان لم تشبهك ورصاصنا من دونك كذاب كلماتنا ان لم تشبهك ومثقف لن يشبهك نصاب هو مصطفى هو باذل هو لاحب رسم طريقه برصاصة وكلاب ما وكتاب ما قيمة الانسان إن لم يشبهك رأس الكرامة مخزن وكتاب. وإننا مسرور بوجودي هنا في هذا المكان هذا يعني التاريخي وتاريخي يعني بمعنى الكلمة سواء بالتاريخ القديم من تاع المنطقة أو التاريخ الحديث وهو مكان نارا المكان الذي استشهد فيه يعني قائد وزعيم الثورة الجزائرية وجامع الجزائريين وموحدهم وهو مصطفى بن بولعيد. يعني هذه الذكرى هنا لما تكون يعني بيننا احنا يعني في مجموعة جميلة يعني ورائعة ولكن لازم تتوسع أكثر ولازم تبقى يعني وطنية باش نعطيه البعد الحقيقي للدور اللي لعبه مصطفى بن بولعيد في الثورة الجزائرية. لما يزمش نحصروه يعني في منطقة معينة أو في الأوراس لأنه يعني نعرف أن شهداء الجزائر كلهم ماتوا من أجل الجزائر يعني واحد ما مات من أجل جهته ولا الدوار نتاعه يعني ماتوا من أجل الوطن وبالتالي احنا بولعيد لازم يكون عنده بعد وطني وربما حتى بعد يعني دولي وعربي إسلامي في الدور اللي لعبوا في الثورة الجزائرية. وهذا يعني طبعا راح يقوم يعني بتنظيم ابحاث ومحاضرات لانه لم يكتب ما كتبناش يعني الكافي على مصطفى بن بولعيد يعني كتابات كلها يعني سطحيه ما تطرقناش الى يعني التحليل الى الافكار تحليل الابعاد يعني حتى في الحياه الخاصه لما قبل الثوره حتى يعني كل هذه الامور نحتاج نتطرق اليها. صحيح اننا ما كتبوش في الثورة ما عندناش كتابات ولكن بعض الدور اللي لعبوا بولعيد والتصرفات يعني نتاعو تحتاج يعني إلى كتب الإنسان اللي يتحرك وحاول يسمع مع مصالح حاول يجمع المناطق نتاع الجزائر حاول باش يعلن الثورة تاريخ حاول يجعل من منطقة الأوراس يعني معقل نتاع الثوار يعني لما أقول الأوراس معقل نتاع الثورة الجزائرية مش معقل نتاع جبال الأوراس فقط لأن بعد يعني مباشرة بعد اندلاع الثورة التحق العديد من الجزائريين من جميع مناطق الجزائر من وهران من الغرب من منطقة القبائل من العاصمة من ورقلة من يعني الصور موجودة ولكن الأبحاث ما غير موجودة. لو نحوسوا على أسماء الشهداء مثلا اللي ماتوا سواء في هنا مدفونين في الأوراس نلقاهم يعني من جميع المناطق. هذا يدل أن الأوراس كان مهد فعل الثورة ونعرف أن بن بولعيد وعد يعني لجماعة نوفمبر بأنه سيقوم وسيتحمل الثورة لمدة سنة وفعلا يعني الأوراس استطاع أن يتحمل لست أشهر ولا سبع أشهر يعني العبء الحصار القوي اللي دارته فرنسا ونعرف يعني وهذا يعطي يعني دور بن بولعيد الكبير لثورتنا ولازم أن نخرجوه نعطيوه بعد وطني. نتمنى الاحتفالات تكون من طرف بلدية الجزائر العاصمة من طرف مجاهدين ولاية العاصمة مش كل ولاية تتكلف بالمجاهدين تاعها. بن بولعيد مجاهد تاع الجزائر كامل لا 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 ذكرى كما هذه ما تمش في الأوراس تم في الجزائر تقوموا بها اللي يعني المصالح نتاع العاصمة ولا ولاية الجزائر العاصمة ولا وهرن يعني لماذا لا
ونحتفل بشخص آخر في 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 في, في العاصمة. إحنا نرجع ريجوناليز الشهداء تاعنا، راح نقولوا هم ماتوا على الجزائر كامل، وإحنا راح نقصوا من الدور تاعهم. سيدي ريجوناليست نو، ما كانش ريجوناليست، كانوا جاهدوا في الغرب الجزائري تاع الغرب جاوا للشرق، وهذا هو الدور اللي راح نعتوه، وهذا يعني يعطينا الوحدة، يعني الوطنية الوحدة فقط ماشي في الكلام، ولكن الوحدة في الموت. الناس استشهدوا على الوطن، هذا الدم تاعنا اختلط كامل، والوطن تاعنا لازم احنا هذا الدور تاع الشهداء تاعنا تاع بن بوالعيد والناس اللي استشهدوا هو اللي راح يوحد الأجيال اللي جاية. نشكر جماعة جمعية فاشلين يعني على هذا المبادرة، اللي إن شاء الله تبقى كل سنة تكون أحسن، كل عام تكون يعني تحتوي على حاجة جديدة، محاضرات ونشاطات ثقافية علمية وموسيقية. أنا اليوم اخترت كتاب، فرش كتاب على اسمه مصطفى بن بوالعيد لو بروموتور دو لا ريفوليسيون الجزائريه، يعني مؤسس الدوله الجزائريه، من كاتب فرنسي. قبل ان اعطي ما ورد في هذا الكتاب اعطي نبذه قصيره عن حياه هذا الكاتب هذا اللي خديتها من الموسوعة الإلكترونية فيكيبيديا. الكاتب هذا اسمه جاك سيمون. جاك سيمون من مواليد 1933 بين تيار ومسقط بالمغرب الجزائري، من عائلة يهودية، يعرف نفسه على أساس أنه يهودي بربري، ويعتبر الهوية اليهودية جزء من الهوية البربرية. درس بمعسكر تيارة ثم بفرنسا، نال شهادة الدكتوراه سنة 1980، شهادة حول مثالي الحاج، وعنوانها مثالي الحاج عنوانها مثالي افون مثالي، يعني مثالي قبل مثالي، أو لانفونسيون دو لا ناسيون الجزائريه، أو اختراع الأمة الجزائرية اللي خلقناها، أو خلق الأمة الجزائرية، من مناضلي حركة الأمانة، أمانة المسيرة تاع مسالي الحاج، وعضو في الحزب الشيوعي العالمي، هذا من بداية الخمسينات. تأثر كثيرا بعد كما يكتب تخلت فرنسا عن الجزائر وتركتها لجبهة التحرير. تأثر أيضا خصوصا بمأساة الحركة ومأساة الأقدام السود الذين غادروا الجزائر. يقول أنه نزعت منه الجنسية الفرنسية بين سنة 40 و 43 على أساس أنه يهودي، كان في عمره 7 سنين، يقول أنه نحاول الجنسية وعمره 7 سنوات، من مدافعي القيم اليهودية، مدير مركز البحث والدراسات حول الجزائر المعاصرة لكرياك، للصوت للرشاش ديزيتود سيور الجيري كونتوبوان. عنده عدة كتب، كتاب عن عمال جزائريين بفرنسا، كتاب لجويف بربر دالجيري اليهود بربر الجزائر، كتاب حول نجم شمال افريقيا عنوانه نجم شمال افريقيا من 26 حتى 37. إذن كما قلت هذه المعلومات جبتها من الموسوعة الإلكترونية. آخر كتاب له إذن هو كتاب صدر العام الماضي على بعنوان مصطفى بن بوالعيد مؤسس الثورة الجزائرية، وهو محل لقائنا الآن. قدم أيضا الكتاب باختصار محتوى دعو للعناوين
نعطي فكرة يعني، وبعد نعطي بعض النقاط الموجودة في صورات ومقالات لبعض المساندين له، من بينهم الحركة الوطنية الجزائرية الأمانة. يتكون الكتاب من ثلاث أجزاء. الجزء الأول يتكون من خمس فصول: الأوراس أهل الثورة، بن بلعيد بالصبر، الأوراس التمرد محاصر، الأوراس من أجل جمعيات تأسيسية، شيحاني بشير قائد الأوراس. هذه العناوين الموجودة في الكتاب، كما ترون العناوين المهمة، ولكن من بعد نشوفوا المحتوى. الجزء الثاني يتكون من ثلاث فصول: الفصل الأول محاكمة بن بلعيد، الفصل الثاني تطور الوضعية السياسية، وينقسم هذا إلى ثلاث نقاط: نضال الحركة الوطنية الجزائرية بفرنسا، مكتب القاهرة، جبهة الازدهار، ثم انحطاط. وبعد كاين خاتمة والهوامش في هذا الكتاب. خلال هذا المداخلة سأحاول أن ألفت انتباه القارئ أو المهتم بالتاريخ إلى بعض الأحداث التي تعرض لها الكاتب، مستحضرا خصوصا ما ورد من تحريف وتزييف ومغالطات فادحة ليست في مستوى شخص يدعي أنه مؤرخ. بعض الفقرات الواردة في الكتاب أخذت جمل مترجمة نوعا ما بس فيها، ولكن متسرعة، ما إيش ترجمة انتهى كتاب. يقول بن بلعيد زار مصالح الحاج، هذه معلومات صحيحة، ولكن من بعد نلقاو كيفاش استغل أن بن بلعيد زار مصالح الحاج جونيور محاولة إنقاذ الأبدادي، اتحاد لجنة الحريات الديمقراطية. يعني بن بلعيد كان حاول باش ما يكونش القسامات الداخل الديمقراطية، فقرر اتخاذ موقف الحياد. يعني بن بلعيد ولا أخذ موقف الحياد مما شاف مصاري ما اخذش. ويقول أن الأوراس داروا في بلجيكا، ولكن أنا أقول إحنا عندنا مثلاً ممثل حركة الابديادي في خنشرة عبد الله مراد حضر المؤتمر هذا، راح من هو كان من جماعة المصريين، راح أحضر المؤتمر في بلجيكا. يقول أيضاً أن مصالح الحاج هو من أخبر بن بلعيد عن موعد اندلاع العمل المسلح. يعني مصالح بن بلعيد استحوذ على الأوراس، قرر خطة ما تسمى الكونتان، وهي الخطة للفخ لتفخيخ الميديا. هذه يقول لقيموليه هو اللي قرر باش يستان بن بلعيد بيحكي إنزال الترجمة معروفة الحكاية. مباشرة يضيف إن منشور كتبته لأمانة وزع على الصحافة في 7 ديسمبر، وأن أمانة قام بتحقيق في الميدان يعني في الأوراس، حيث توصل إلى نتيجة أن الطرد المفخخ أحضره عجول بالتنسيق مع ميروش. يعني استشهد. يعني هذا كذب يعني تمام. وأن اغتيال بن بلعيد بعد اغتيال شيحاني بشير ليس بالصدفة. يضيف أن مؤتمر الصمام بالصدفة ألغى استقلاله جبهة التحرير ووضعه وتحت سيطرة لجنة التنسيق والتنفيذ، أي تحت تصرف عباد، ولكن فيه تنفيق فيه لكن تنتبه مليئة. بن بلعيد ترجمة ما عرفتهاش
يعني بس ريكلام با رمبولعيد لا ينتمي لا يقال بانتمائه لبيان أول نوفمبر. رمبولعيد خطيه بيان أول نوفمبر. اليوم ترحموا على شهداء ثورة التحرير وترحموا على البطل أبو الثورة أبطال دار الثورة والإرهاب هاهم يحكموا في الوطن وفي العباد. رانا نتأسف ولا يعني ما يحدث في وقتنا هذا. بالنسبة احنا كابناء الشهداء كفدرية ابناء الشهداء شيء مؤسف للتاريخ وللوطن وللمواطن. احنا ماذا بنا ما نبقاوش في هذا المسار، لازم نحاول كيفاش نغيره، لان لازم المشعل يحمله في الشباب ويعرف التاريخ تاعو باش يبني بلادو